جميل في ربنا انه تشوف نفسك كما يراك الله. الله ما جه خلقنا على صورته وعلى شبهه، عشان عايزك تشوف نفسك من خلاله، مش من خلال خبرة مريت بيها، مش من خلال الكلام اللي اتقالك عن نفسك. هو ايه يعني خطورة ده؟ ان انا بنيت صورتي عن نفسي عن طريق رأي مش حقيقة. أنا تقلي رأي أنت فاشلة، ده رأي، رأي بيختلف من شخص للتاني. ممكن ناس شايفاني كده، لكن ممكن ناس تانية تشوفني أن أنا حد جميل، أن أنا حد عندي إمكانيات. الحقيقة معلومات عندك إثبات صحتها، عندك حقائق لإثبات صحتها، لكن الرأي يختلف. فمبني حياتي على رأي وصدقه وحققه وقرره في حياتي، دي الكارثة. لو أنا بنيت ان انا حد مش مقبول، فطول الوقت هبقى خايفه اعمل علاقات عشان الناس مش هتقبلني، خايفه اقول اخد قرار، اصل انا ضعيفه ومش بعرف اخد قرارات، خايفه اقول رايي عشان هتهم ان انا بقول حاجات غلط، فهقفل على نفسي او هنسحب هتجنب، او ان ابقى اجريسيف ناحيه الناس عشان بامن نفسي عشان محدش يشوف صوره الضعف اللي فيا، او ادخل في علاقات طول الوقت بستنزف فيها. انا ما اعرفش اقول لا لحد، لاني انا بربط نفسي، بلزق نفسي في حد يديني قيمه، فانا طول الوقت بستنزف. لكن الجميل في ربنا في سفر ارميا لما قال لارميا روح لبيت الخزافي، هتلاقيه بيعمل انيه من الخزف، بس الانيه فسدت، لكن الخزاف عاد وصنع الأنية بشكل آخر كما حسن في عيني الصانع أن يصنعها. لو المشاعر دي مشاعر صغر النفس، شوهت فيك، شوهت في صورتك عن نفسك، شوهت في مشاعرك، في علاقاتك، في شكل حياتك، ومش عارف ترجع تاني ليها. ربنا كده قال لبني إسرائيل قطين بيد الخزافي، هكذا أنتم بيدي يا بني إسرائيل. ربنا يقدر زي ما الخزاف مسك الطين وأعاد بناؤه تاني وعمل منه آنية أخرى كما حسن في عيني الصانع، ربنا بيقولك أنا أقدر أعيد تشكيلك من تاني عشان أشيل عنك كل الخبرات السلبية. لما تيجي تعمل معايا خبرة إيجابية وأقولك صرت عزيزا ومكرما في عيني، أقولك أنت جميلة مع كونك سودة، وتشوفي نفسك من خلالي أنا مش من خلال الناس، هنا هتعرفي تعيشي الحياة اللي على قلبي تعيشيها. أنا جيت عشان تكون ليكم حياة ويكون لكم أفضل، هي دي الحياة اللي أنا عايزك تعيشي. مش صغر النفس هو اللي يقرر تعيش إزاي وتعجبي الناس بالشكل إيه، لكن تقدري تعيشي الحياة اللي تعيشي فيها بكل الإمكانيات والمواهب اللي أنا اديتها لك. تقدري تعيشي في علاقات شافية، تقدري تختبري النجاح بدل الفشل.